السفير إيمالي سارون نجاركي سفير جمهورية تنزانيا المتحدة. Mr. President, I have the honor to present to you letters of credence. Well, first of all, I would like to express my appreciation. أولاً وقبل كل شيء أود أن أعبر عن امتناني للخارجية الجزائرية لتسهيل إجراءات التحاقي بالجزائر. كان للشرف اليوم أن ألتقي بفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حيث كان لنا حوار هادف. سأكون السفير الجديد لتنزانيا بالجزائر وسأعمل جاهدا من أجل تكملة مشوار من سبقني في هذه المهمة. مهمتي هي العمل على تحقيق ما تم التوقيع عليه في شهر أوت في مذكرة التفاهم والاتفاقية الخاصة بمجال المحروقات مع شركة تنزانيا للبترول. وأؤكد لكم أنني سأعمل على تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الجزائر وتنزانيا وخاصة تقارب الشعبين. شكرا جزيلا. Especially by increasing the people-to-people contacts. Thank you very much.